تحت شعار نريد البطولة والكأس والكأس الأفريقية، عقد يوم أمس رئيس النادي الرياضي صفاقسي بمقر النادي ندوة صحفية تناول فيها تقديم المستشار الجديد للنادي. كما تحدث السيد لطفي عبد الناظر على أهمية هذه الصفقة في إنجاح مسيرة نادي عاصمة الجنوب الذي يلعب هذا الموسم على أكثر من وجهة. والله المكاسب مكاسب كبيرة، أنا أعتقد أنها مكاسب مادية هامة باش تعطي النادي الرياضي صفاقسي مداخيل إضافية تساعده على مجابهة كما تعرف المصاريف البعض اللي ولات تتطلبها تسيير الأندية وخاصة الأندية الكبرى. فما مكاسب أخرى زاد اجتماعية، فما يعني عمل كبير باش يقوموا مع الشركة هذه الراعية للنادي الرياضي صفاقسي والإشهار هذايا. لكن اهم شيء فما برامج كبيره اللي باش تخلي نادي الرياضي الصفاقسي معناتها ينجم يكون عنده نصيب كبير من كل مستعملين شركه تونيزيانا اللي هي مجمع اوريدو، بان نادي الرياضي الصفاقسي يولي يتحصل على نصيب من المبالغ هذه ويكون ليه معناتها مداخيل اضافيه من كل المرابيح اللي نجم تتحقق للشركه هذه. والله قيمة العقد معناتها فما العديد من العقود، هي لأن عملية استشارية وبرنامج كامل ما نجموش نحدوا العقد معناتها بالمبلغ بالكامل، لكن الأكيد أن العقد باش يكون معناتها كبير نظرا للعديد من المداخيل اللي باش تكون للنادي الرياضي الصفاقسي في العقد هذايا. وبدات ديجا الواحد اقل شيء هو الضعف نتاع السنه الماضيه. وقد استغل جل الصحفيون الحاضرون الفرصة لطرح أكثر من سؤال على السيد لطفي عبد الناظر حول مستقبل النادي الصفاقسي، خصوصا بعد الجدل الكبير الذي رافق استعارة الإطار الفني للنادي الصفاقسي لتدريب المنتخب الوطني التونسي. أنا ما نمشي في نص الحلول، إحنا المدرب بتاعنا وإحنا الله غلط نحبوا نتكلم ونتكلم برشا عن الصفاقسية، إحنا الصفاقسية الله غلط نحبوا كلمة وقت اللي نعمل حاجة نحبوها ناجحة، ما نحبوش حاجة مش ناجحة. ما نعطيوش نص الحلول، نعرفوا كان الحل الكامل، لكن عمرنا ما نسيبوا النادي الرياضي الصفاقسي، عمرنا ما نخليوه تحت ضغوطات ولا تحت كذا، وكان نعرفوا هذه حاجه مش تضر بالنادي الرياضي الصفاقسي، عمرنا ما نقبلوها، ولو في مصلحه وطنيه، لكن لا، المصلحه الوطنيه ما تتعارضش مع مصلحه النادي الرياضي الصفاقسي، هذا اللي حبينا عليه. انا نتفاهم، انا نحبناه ما يساعدهمش باش يسيب مدربهم وباش يطيح النيفو ويخافوا وكذا، لكن لابد انهم زاد يتاكدوا انه راهو عندهم هيئه ماهيش فريق قاتل، معناتها هيئه تعرف اللي ما تنجم تسيب المدرب الا ما عندها ضمانات الكافيه والقناعه انه ما يمسش النادي الرياضي الصفاقسي. المصلحه الوطنيه قبل كل شيء، فما مصلحة زاد النادي الرياضي الصفاقسي محافظة عليها، لكن زاد فما نداء واجب وفما يعني رأي تونس اللي هي برشا ناس اليوم ما نعرفش شنو اللي صاير معناتها لا وعلاش وهذا ابجل. انا نعتقد ان الراي نتاع الناس الكل والاستشاره اللي قمت بها مع الاخوين الكل ان اعطت انه النادي الرياضي الصفاقسي بالنسبه ليه فخر ليه واعتزاز ليه انه يكون يساهم في هالزوز مباريات هذوما، ولما لا ان شاء الله يتوفق المدرب باش يتعدى للبرازيل ويكونوا ساهمنا ان شاء الله في النادي الرياضي الصفاقسي انه ساهم باش الفريق الوطني ينجز الحلم هذا نتاعنا الناس الكل. ونجاحنا كرياضيين كمسيرين هو نجاح الفريق الوطني، اذا ما نجحش الفريق الوطني في الدخول ولا الذهاب الى البرازيل نعتقد انه فما حتى مسير رياضي نجح في العمل نتاعو ويكونوا معناتها العمل المنقوص. رغم اهميه الصفقه التي امضاها النادي مع مجموعه اوريدو، إلا أن ذلك لا يغطي العجز الذي تعاني منه خزينة الفريق، لتبقى مسؤولية رجالات الجهة وجماهير الأبيض والأسود واجب للخروج ببطل تونس الموسم الماضي من عنق الزجاجة.